جوليتا ماسينا اللي اول فيلمين عملتهم سواء كانت مع فيليني لاسترادا او اللي هي مات اوف كابريا الاثنين اخذوا الاوسكار. انطوني كوين هو ممثل مكسيكي وكان برضه بينتر وكان رايتر وفي فيلمين من الافلام اللي هو عمله اخذ فيها اوسكار عن افضل سبورتنج رول لدور مساعد. بالنسبه للسينماتوجرافي قلنا في اثنين لان اللي بدا السينماتوجرافي كان كارلو كارليني لكن نتيجه حصل في ديلي حصل في اثناء التصوير في مشهد في السيكونس بتاع المدير جيتسونينا او جولييتا ماسينا اتعبت فرجليها اتلوحت فالتصوير كله اتاخر فكان كارلو اوريدي مرتبط بحاجات ثانيه فجه اوتيلو مارتيني هو اللي يكمل معانا. بالنسبه للمزيكا اللي عملها نينو روتا كان في تيمات اساسيه ثلاث تيمات اساسيه. التيمه الاساسيه نمبر 1 اللي هي التيمه اللي عزفها المجنون على الكيت فيولا بتاعته وبعد كده عزفتها جيتسونينا بالترومبيت ولا هي فضلت معانا لغايه تقريبا المشهد اللي قبل الاخير اللي هي التيمه الحزينه. في مقابل كان في تيمات ثانيه من ضمنها تيمه الطريق اللي فيها حركه وفيها تنوع وفيها ايقاع وتيمه طبعا السيرك بكل ما فيه من بهرجه وايقاع سريع. بالنسبه لنينو روتا يعني عمل سكورز كتير بالذات 150 سكور و10 اوبرات و5 باليه اخذ اوسكار عن جاد فاذر هو اللي عامله. روتا اوتيلو ليو كاتوسو كلهم رفقاء برضه لفليني مثلا والايديتنج كان لليو كاتوسو. ليو كاتوسو اكتر حاجه مهمه بعيد عن الاسترادا اللي عملها في حياته ان هو طور من المكنه بتاعت لصق النيجاتيف بدل ما كانت بيتزرع قبل كده بالاسيتون وكان عنده حساسيه طور من المكنه دي الاداه دي السبلايسر دي. نتيجه للاختراع بتاعه ده هو اخذ عنه اوسكار اللي هو في جايزه بتعملها اوسكار للتقنيه والعلوم يعني فهو اخذ جايزته دي.